السلام عليكم، إن شاء الله تكون أمور هلأ أحسن. مش متأكد صراحة. إذن موجود على اللينكد إن، ممكن التعليق عشان نشوف إن الأمور تمام. اوكي، هلا بدا عندي، بس احكوا لي كيف الصوت. لينكد ان، ممكن التعليق كيف الصوت تمام هلا احسن. اوكي ممتاز، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا جميعا، واسف على هذه الخربطه. ممتاز ممتاز، كله تمام. يلا نبدأ. احنا هلأ لايف. شكرا جزيلا. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا، اهلا وسهلا فيكم. بعتذر على هذا التأخير، صرنا متأخير 12 دقيقة، انا اسف. تعرفوا كيف الامور التقنية دائما باخر لحظة الا تسوي شغلة. الصوت ماله، الصوت منيح ان شاء الله، كل الامور تمام، كل الامور تمام. فاول شيء اكتبوا لنا لو سمحتوا بالمنطقه الشات من وين حضراتكم، كل واحد يكتب اسم المدينه اللي هو منها او هي منها. في عندنا احنا هنا اليوم طالعين، قررت باخر لحظه نطلع على لينكد ان وتويتر ويوتيوب بنفس اللحظه. يلا كلنا من أي مدينة حضراتكم موجودين، كل واحد يكتب المدينة تبعته. أنا من عمان. أهلا أهلا، عندنا عمان وعندنا غزة وصنعاء والأردن وبيروت والنعم والمغرب ورام الله ومصر والسعودية. أهلا وسهلا جميعا، ممتاز ممتاز ممتاز، رائع جدا. أوكي، اليوم راح نحكي عن محاضرة إن شاء الله حيكون فيها ماليزيا ما شاء الله معلومات قيمة للجميع، راح يكون فيها بعض النشاط. فأنا حاب أنه لما نسأل بعض الأسئلة راح أحكي لكم أنه نحط الإجابة بقسم الشات. فأهلا أهلا وسهلا جميعا، ونبدأ في أول المحاضرة، لأنه هنا الأمور إن شاء الله تكون تمام عشان أشيك عليها 100%. يس تمام. أوكي، أعرفكم عن نفسي، أنا اسمي خالد الأحمد، مستشار ومدرب في مجال بناء الهوية الرقمية، خصوصا على منصة لينكدين. اليوم راح نحكي شوي عن موضوع الهوية الرقمية، وراح نحكي بعدين كمان ندخل في موضوع لينكدين وكيف ممكن واحد يعمل سمعة لإله أو يبني هوية رقمية على هاي المنصة. شوية خلفية عن الخبرة اللي عندي، أنا اشتغلت برئاسة الوزراء كمدير التنفيذ الرقمي للحكومة الأردنية في 2010، بعدين انتقلت لشركة زين الأردن وأسست قسم التواصل الاجتماعي وعملت معهم لمدة تقريباً 8 سنوات، وبعدين بعديها صرت أقدم استشارات وتدريب في هذا المجال. شايفين المحاضرة ولا مش شايفينها؟ لأن أنا هون مو شايفها. بس أنا بدي أياكم إذا شايفين المحاضرة ولا شايفيني أنا، أنا مش لازم تشوفوني، لازم أشوف المحاضرة. فأشوف الوضع كيف. حدا يرد علي؟ ايش هلا شايفين على السكرين؟ انا شايف بس خالد. تا
طيب ايش اللي شايفين غريب؟ شايفين المحاضرة ممتاز، شكرا جزيلا، شكرا شكرا. نرجع مرة ثانية. رائع. اوكي، فبحكي لكم تيري براتشيت، اذا لم تسرد قصتك بنفسك سيقوم الاخرين بذلك. يعني اذا انا مش متواجد وبحكي وببني على الهويه الرقميه تبعتي، في شخص اخر راح يعمل هذا الموضوع. فمهم جدا تواجدي الرقمي النشط، من حيث عندي هون خيارين، اما ان من حيث انشاء وصناعة المحتوى ونشره، أو من حيث التفاعل مع الجمهور الرقمي. ففي عندي أنا خيارين بهذا الموضوع. طيب، فبحكي لكم بناء الهوية الرقمية هي الوصول لمرتبة خبير في مجال معين من خلال القيمة المضافة التي تمتاز بها عن غيرك والتي تستطيع تقديمها باستمرار. فولاد يكون أنا عندي ميزة، أكون أنا توصلت للميزة هذه. وحنحكي بعض التمارين الخفيفة اللي ممكن تساعدنا في معرفة إيش الخدمة اللي إحنا ممكن نقدمها للناس. طيب، ليش إحنا لازم نبني الهوية الرقمية؟ هي مش لازم ومش لكل الناس، ولكن في بعض الناس بحكي لك إنه أنا في دائرة معارفي على أرض الواقع، عندي الأهل والأصدقاء والجيران والزملاء، هدول هم دائرة معارفي. طيب إذا أنا بدي أتوصل لصانع قرار، شخص مهم مثلا، إذا ما كان داخل الدائرة في العالم الواقعي صعب أني أتوصل لهذا الشخص. ولكن في العالم الرقمي أنا ممكن يكون عندي تواجد نشط، بنشئ محتوى، فأي شخص ممكن يبحث عن اسمي يشوف أنا مثلا الآثار الرقمية تبعتي، يشوف المحتوى تبعي، فبيكون انطباع عني. فلما أتواصل مع صانع قرار بصير من السهل أن أتواصل معه، لأنه ممكن بيشوف الآثار تبعتي، بيشوف المحتوى تبعي، الهوية، الحسابات تبعوني، وبيكون انطباع عني، وبصير من السهل أن أتواصل معه. هذا الموضوع ما كان من السهل في العالم الواقعي، ولكنه سهل في العالم الرقمي. معلش أنا. ففي عندي هنا تمرين لإلكم، وحاب كل واحد يحل هذا التمرين لحاله الآن، هو سهل جدا. هذه بعض الأسئلة، كل سؤال جاوبناه نعم بنضيف علامة لحالنا، وكل سؤال بنجاوب عليه لا ما بنضيف علامة. فبدنا نشوف من 10 أسئلة كم سؤال حليناه بنعم من هذول 10. فيلا نأخذ بس دقيقتين حلوا هذول عبد ما أنا أكد من الموضوع هنا. دقيقتين يلا. رامي جاب 10. طب ممتاز، أنا مبسوط إن أنا موجود في المكان الصحيح. 7 طلع معي، 6 من 10 ممتاز أمجد، 7 6 7 9 كل واحد يحله لحاله بينه وبين نفسه، 8 4 10 4 6 9 ممتاز، في أرقام رائعة جدا. فهون إيش بنشوف، إيش بنلاحظ، إنه علامة النجاح 6. إذا أنا جبت 6 وفوق معناته أنا عندي شوية تواجد رقمي ممكن أبني عليها وأبني هاي الهوية الرقمية تبعتي. حلو. طيب نحكي عن موضوع كتاب، في كتاب اسمه The Unfair Advantage، الميزة غير العادلة. إيش بيحكي؟ بيحكي فيه بعض الناس انولدوا وبتمهم، زي ما نحكي إحنا بالعربي، معلقة من فضة. يعني إيش؟ يعني هم ولدوا مثلا، ممكن يكون انولدوا في مدينة كبيرة زي نيويورك مثلا،
ومع التواجد في هذا المكان بيجي مع الحظ. لأنه إذا بنقارنه في مدينة صغيرة في مكان ما، لا، المدينة الكبيرة الحظوظ والفرص هتكون أوفر. طيب، في ناس انولدوا وأهلهم عندهم جينات ذكاء، في ناس انولدوا وأهلهم عندهم وفر من المال، أو الحالة الاجتماعية لأهلهم يعني مناسبة. ليش؟ هنا في مثال أنه مثلاً المؤسسين لمنصة سناب شات أهلهم كانوا محامين، فكان دائماً في بيوتهم عزايم عشاء ومستثمرين وناس عندهم شركات أصحاب شركات. فلما طلعوا بالفكرة وكانوا بيبحثوا عن استثمار، الموضوع لهم كان سهل جداً بسبب الحالة الاجتماعية تبعت أهلهم. وفي برضو ناس اللي هم بيكونوا تخرجوا من مدارس عريقة، والتخرج من مدرسة عريقة مش بس بيعطيك المعلومة، كمان بيعطيك الشبكة، المعارف اللي تعرفت عليها أنت في هاي المدرسة. ففي ناس عندهم هذه النعم نولدوا فيها. طيب، وباقي الناس إيش يعملوا اللي هم زي مثلا؟ فبحكي لكم أنه في كتاب ثاني اسمه الباب الثالث. إيش بيحكي بالكتاب هذا؟ بيحكي لك لما مثلا في حفلة تخرج بالجامعة، فأنا بدي أروح على حفلة التخرج بالجامعة، رح تكون موجود مثلا بصالة الرياضة. صالة الرياضة لازم يكون فيها عدد معين، ممنوع يكون فيها أكثر من 1000 شخص مثلا. فرحت أنا على هذه الحفلة وشفت أنه في بابين. أول باب اللي هو للناس اللي بيستنوا الدور تبعهم، ممنوع يدخلوا إلا لما يطلعوا ناس من هناك، عشان كل ما بفضوا واحد بدخلوا واحد، كل ما بفضوا اثنين بدخلوا اثنين. وهذا الطابور طويل جدا، وبرا برد ومطر والجو لا يسمح. طيب، في باب ثاني، باب ثاني للناس الـ VIP اللي عندهم الميزة غير عادلة، وهدول الناس بدخلوا بدون أي حساب، اسمهم مكتوب، بدخلوا أعضاء الإدارة، بدخلوا الرياضيين والمتفوقين من هذا الباب. وهاي هي الحياة، الحياة إما إحنا ندخل من باب الأول، أو إذا عندنا ميزة غير عادلة ندخل من الباب الثاني. فالباب الأول إحنا متخرج من الجامعة معنا شهادة مثلا، وبنستنى فرصة التوظيف، ممكن تيجي ممكن ما تيجي، ولكن التنافس عليها عالي جدا. مستحيل أنا أطلع وأفشق عن هدول الناس، لازم أستنى دوري، إذن إجا دوري. فبحكي لكم إنه في باب ثالث، لو إحنا لفينا ودورنا حولين العمارة ممكن نلاحظ إنه في باب ثالث بيستخدمه الناس اللي بيشتغلوا في المطبخ. فبحكي لكم إذن إحنا بنشتغل على مهارات مكتسبة، مهارات التواصل، الذكاء الاجتماعي، صناعة المحتوى، كل هاي المهارات الرقمية اللي إحنا بنشتغل عليها، إذا دخلنا عليها بشكل صحيح ممكن تمكننا إنه إحنا نخلق الفرصة لحالنا. ممكن نيجي هون ندور نلاقي الباب، نضل ندق على الباب قبل ما حدا يفتح، أو بنحاول إحنا نفتحه، وبعدين بنصير إما نقنعهم أو مثلاً إنه نعمل أكثر من شغلة إنه نحاول ندخل. فرصنا هنا أفضل بكثير من الباب الأول. فالعالم متجه إنه بسبب المهارات المستقبل، بسبب التواجد الرقمي، العالم متجه إنه إحنا لازم نبدأ نبني هاي المهارات. واحدة منهم إنه إحنا نبدأ نشتغل على موضوع بناء الهوية الرقمية. طيب، إذا بنقارن هذا الموضوع في المبيعات، فبحكي لكم أنا ممكن أبحث عن شركة أنا بطمح إني أشتغل فيها، وببحث إيش المنتج تبعهم أو الخدمات تبعتهم، كيف ممكن إني أنا أبيع المنتج تبعهم لدائرة معارفي، بعض أصدقائي ومعارفي، أقنعهم مثلا إذا أنا مؤمن بهذه الشركة والمنتج تبعها، وبعدين أنا بتواصل مع صاحب القرار مثلا أو مدير المبيعات، وخلال تعرفي عليه بحكي له بالمناسبة أنا جدا معجب بالمنتج تبعكم، ومن كتر إعجابي فيكم أنا عملت على بيع المنتج لبعض معارفي وحاب أقدم هاي الهدية لكم. فهذا ممكن يكون مدخل لهاي الشركة. ممكن شغلة تانية إنه إذا في مثلا تطبيق على الموبايل، ممكن أنزل التطبيق أشوف فرص أخرى كيف ممكن يعدلوا عليه، أو مثلا يكون في بعض التحديات في التطبيق أحكي لهم أنه مثلا في هذه المشكلة. كل هذا يعتمد على الخبرة الموجودة لي. طيب، هاي بعض الأمثلة. خلينا نحكي عن مثال حقيقي صار على أرض الواقع. في مثال صار مع نينا مفلح، أردنية كانت موجودة وعايشة بالأردن.
وهي داخلة في مجال صناعة الاستراتيجيات الرقمية. في يوم من الأيام بال 2015-2014 كان عندها حلم أنها تشتغل بشركة عالمية، فكان في شركة Airbnb لساتها طالعة كم سنة ولسه مش منتشرة انتشار كبير، فما كانت متواجدة في الشرق الأوسط. شو عملت نينا؟ راحت صنعت موقع انترنت، عملت بحث مكثف عن الشركة، شافت إيش التحديات وإيش الفرص المتاحة ليهم، وحطتوا كل المعلومات هذه بشكل أنيق على الموقع، وتواصلت معهم على تويتر، وعملت إشارة للشركة ولي مؤسسي الشركة. فهي جذبت انتباههم من خلال خلق باب ثالث لهدول الناس، لأنه هي موجودة بالأردن وهدول موجودين بأمريكا. لو هي استخدمت الطريقة التقليدية للتقديم لعمل لهذه الشركة عمرها ما كانت راح توصل، ولكن هي استخدمت الباب الثالث، راحت عملت البحث وشافت الفرص المتاحة للشركة وعملت التغريدة هذه وحصلت على مقابلة عمل لهذه الشركة. طيب شو كمان؟ معلش أنا بحاول أشوف التعليقات ولا عشان أتأكد كله تمام بعد الفضيحة. طيب أنا كيف ممكن أعرف إيش الخدمة اللي ممكن أقدمها؟ فبحكي لكم، هي في شغلة إنه نسأل حالنا ثلاث أسئلة. أول إشي، إيش الموضوع اللي أنا بشتغل فيه أو اللي أنا بحبه أو اللي أنا فيه عندي خبرة فيه أو أنا بنيت مهارات في هذا الموضوع؟ فإحنا بنبحث عن الموضوع بشكل عام، ممكن يكون الموضوع التسويق. طيب ممتاز، أنا رحت وأخذت مثلا شهادات من المنصات الاجتماعية. أنتوا عارفين أنه كل منصة فيه بتعطي كورسات وشهادات مجانية، فموجود بالفيسبوك، بالإنستغرام، بتويتر، وكمان بالجوجل. فكل منصة اجتماعية عندهم كورسات مجانية وعندهم شهادات مجانية. أنا ممكن أروح وأشوف هاي الكورسات وأحاول أتعلمها، وفي كمان عندنا جوجل بعطي بالعربي، وبعدين أقدم على الشهادات وأحصل على شهادات من هذه المنصات الاجتماعية بشكل مجاني. فعندي تسويق، بعدين صناعة المحتوى الرقمي، بعدين ممكن أتخصص بشكل أكثر من هيك، إنه مثلا أدخل في موضوع صفحات الهبوط مثلا، أو مثلا أعمل صناعة محتوى تسويقي يساعد في بيع المنتجات. فهذا كله ممكن أنا أعمله لحالي إذا عندي إنترنت وعندي الرغبة. فهلأ بدي إياكم لو سمحتوا كل واحد يكتب لي ثلاث أجوبة بنفس الرسالة على الشات، إيش الموضوع الكبير اللي هو بيشتغل فيه أو هو حاب يشتغل فيه، بعدين إيش مجال عمله، وبعدين إيش التخصص تبعه. فبدي ثلاث إجابات لو سمحتوا لكل شخص، نأخذ لمدة دقيقة على السريع. أنا بس إن شاء الله، إذن أنا هحاول أسجل هذا الفيديو إذن زبط كل شيء، لأنه مبين كل شيء مش زبط، بس إن شاء الله يزبط وإن شاء الله أسجله. نعم، وإذا سجلته رح أرفعه على اللينكد إن وعلى اليوتيوب وكذا، ولا يهمكم. يلا وين الإجابات؟ فرجوني الإجابات. لا، بدنا إياهم كلهم بنفس الرسالة. التعليم هلا ممتاز، تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي رائع، بس أمجد بدي ثلاث شغلات. أنا بدي زي قمع، إشي عام، مجال عمل، تخصص. فتكنولوجيا ممتاز، آي تي، بعدين كلاود اند سيكوريتي ممتاز، مجال عمل في إدارة الأعمال والجودة والذكاء الاصطناعي. أوكي حلو، إدارة البنك، محاسبة، علوم مالية ممتاز. أوكي أنا بدي ثلاث إجابات بنفس الرسالة لو سمحتم، موضوع عام، مجال العمل، تخصص. تعليم اللغة العربية، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين فيها، مثال ممتاز. التعليم اللغة العربية، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، رائع. الإعلام، منتجة بودكاست ومعلقة صوتية ومهندس الصوت، حلو حلو حلو، ممتاز ممتاز. طيران، قطاع الصحة، هندسة ميكانيك طيران، ما شاء الله.
إدارة مشاريع، منسقة مشاريع، التخصص علوم رائع، تكنولوجيا طبية، مبيعات، أجهزة طبية، أجهزة التصوير الطبي رائع، مدير مبيعات، مبيعات محاسبة ممتاز. حلو، فهلأ وصلت. فإحنا دائما بنفكر إحنا بدنا نوصل للخدمة اللي إحنا ممكن نقدمها رقميا. رائع جدا، شكرا جزيلا. نيكست. وهلأ نستطيع معرفة قوتك الخارقة أو قوتك الخارقة بعد الإجابة على هذه الأسئلة. أول إشي بدنا نعرف إيش المهارات اللي تعلمتها. في مهارات مكتسبة، ما في حدا انولد بيعرف كل شيء، فإحنا بنتعلم هاي المهارات. طيب شو كمان؟ إيش الشغل اللي بعملها وبتخليني سعيد، تجلب لي السعادة؟ شو الفرص المتاحة لإلي؟ وإيش بحب أعمل بدون ما أتعب؟ هاي الشغلة بحبها كتير فبضلني أشتغل فيها بدون ما أتعب. وشو هي الخدمات المدفوعة بالآخر اللي ممكن أقدمها للجمهور؟ فبعد ما أعرف أنا المهارات تبعتي وأجردها والشغلات اللي بتخليني سعيد والفرص المتاحة عندي والشغف العالي اللي عندي، إيش هي بقدر أنا أعرف شو الخدمات المدفوعة عندي. حلو، وهذا مثال. فممكن أنا المهارة تبعتي تكون تصميم جرافيكي، أنا هاي المهارة تعلمتها. طيب الشغلات اللي بتسعدني اني انا بحب اساعد الناس، فعندي مشروع ريادي حاب اني اعمل لهم لوجو، عندي صديق حاب اني اصمم له او اصمم لها السيره الذاتيه، بحب انا اساعد الناس. الفرص المتاحه اني انا ممكن ابين شغلي على منصات التواصل الاجتماعي. الشغف، انا بحب الريسيرش، بحب دائما ابحث في مواضيع التصميم والعلم اللي خلف موضوع التصميم الجرافيكي. إذن الخدمة اللي ممكن أقدمها إني أنا ممكن أعلم الناس كيف يصيروا مصممين جرافيك. حلو، شفتوا كيف التسلسل؟ نفس الشيء، المهارة هي الكتابة حسب قواعد محركات البحث. الإشي اللي بيسعدني، أنا بحب أقرأ، بحب أقرأ كل يوم، لازم أقرأ كتاب، جزء من كتاب، مقالات، بحب. الفرص المتاحة إنه في تعلم إلكتروني، فأنا بإيش بصير بتعلم على المهارات هذه، لأنه هذا علم جديد أني أعرف أكتب حسب قواعد محركات البحث. فعشان أكون مواكب لكل ما هو جديد، الفرص المتاحة لي أنه أنا بشتري كورسات، بلتحق بكورسات، بشترك بقنوات فيديو وبتعلم بهذا الموضوع. الشغف اللي عندي، أنا بحب أعطي إرشاد للمشاريع الريادية في هذا المجال. إذن الخدمة اللي ممكن أقدمها كتابة محتوى تسويقي. شايفين كيف التسلسل؟ احنا زي عندنا زي كأنه قمع، نبدأ بإشي كبير، بعدين بنتخصص، بعدين نجرد شو المهارات اللي عندنا، إيش الشغلات اللي بتسعدنا، إيش الفرص المتاحة، إيش هو الشغف تبعنا، وبعدين عبين ما نلاقي الخدمة اللي ممكن نقدمها. أحكي لكم مثال. هلأ أنا بشتغل على موضوع اللينكدإن والسوشيال ميديا من زمان زي ما أنتم عارفين. مؤخراً صار يجيني طلبات انه كيف ممكن نظبط حسابنا، الخدمة هذه ما كانت متاحة على بالي انا مثلا. فقلت لهم اوكي ما في مشكلة، لان انا بعرف الخطوات لتنسيق وتظبيط حسابات اللينكدين، فبعرف ايش لازم يكون معمول، ايش الشغلات هذه، وبعرف اعمل جرد وتقييم لبعض الحسابات، وفي عندي الادوات اللي بتبين علامة الجودة. فمؤخرا صرت أعطي هذه الخدمة المدفوعة للناس، أني أنا ممكن أمسك حسابك وأرفع علامة الجودة للحساب بهذا المبلغ، وهذا الموضوع رح يجيب لك فرص، إما فرص عمل أو فرص شراكة أو فرص البحث عن وظيفة. حلو، ممتاز. لا يوجد لا صوت ولا صورة. أوكي، في صوت إن شاء الله، في صور. طيب الجزء الأخير من هذا الموضوع اللي هو العبارة التعريفية، كيف أنا ممكن أعرف عن نفسي بطريقة صحيحة. ففي إشي اسمه elevator pitch اللي هو التعريف عن النفس بإيجاز. إيش يعني؟ أحكي لكم الكلمة هذه إجت إن أنا إذا أنا موجود بمصعد مثلا، ورحلة المصعد من 30 إلى 90 ثانية،
وفجأة معاي بالمصعد مدير أو مثلا صانع قرار، فكيف أعرف عن نفسي بطريقة إنه ما ينساني؟ فبحكي لكم إنه لو نجزئها ونتدرب عليها بطريقة يومية لمدة مثلا أسبوع، خلص بصير أنا واثق من هذه العبارة وعارف بالضبط كيف أحكيها. فبحكي مثلا مين أنا، شو القيمة المضافة، وكيف ممكن أفيدك. إذا بتدرب عليها، أنا اسمي خالد الأحمد، بعمل استراتيجيات رقمية، إذا وقتك بسمح ربع ساعة ممكن أحكي لك كيف ممكن نبني مثلا قسم تواصل اجتماعي بالشركة تبعتكم. فهذا الموضوع إذا أنا بتدرب عليه بصير لما بدي أحكي بحكي بثقة، ولكن إذا مش متدرب عليه وبدي أحكي لأول مرة يمكن ما يكون قوي، الثقة ما تكون عالية. فمهم التدرب على هذا الموضوع. فأنا عملت لكم فورمولا، جهزت لكم إياها، هاي شايفين الأحمر أنا، بعدين الاسم زائد المسمى المهني، بعدين أساعد مين اللي بساعدهم، ليش يعملوا إيش بالضبط، ليه يفعلوا ماذا وكيف. فأنا هاي المثال تبعي، أنا خالد الأحمد مستشار بناء استراتيجيات رقمية، أساعد مؤسسي المشاريع الريادية. أنا تخصصت كتير، أنا بدي أستهدف بس مؤسسي المشاريع الريادية لتحقيق النمو على المنصات الرقمية من خلال، كيف بدي أسوي يحقق هذا الموضوع، من خلال بناء استراتيجيات قمع المبيعات. فإذا بتدرب على هذا الموضوع بشكل يومي بصير من السهل أني أنا أعرف عن نفسي لما تيجيني الفرصة بطريقة رائعة جدا. يلا دوركم، كل شخص يحكي لي الاسم، المسمى المهني، مين هم حابين يساعدوا. كل ما بنتخصص كل ما بكون أفضل، التخصص بكون أفضل، تخصص بكون أفضل. أوكي، وعشان يعملوا إيش، فأنا لازم أكون عارف ودارس هدول الناس، الفئة من الجمهور، إني أحللهم إما مشكلة، أحللهم مشكلة أو أساعدهم بالوصول إلى رغبتهم أو حلمهم. فلازم أعرف مين الجمهور تبعي، مثلا ممكن يكون ستات بيوت، فالستات بيوت عندهم تحدي مثلا أو حابين يعملوا كذا، أو عندهم مشكلة بتوصيل المنتج تبعهم أو الخدمات تبعتهم. فلازم أكون أنا دارس الشريحة من الجمهور وعارف إيش تحدياتهم وعارف إيش أهدافهم. فالمنتج تبعي أو الخدمة تبعتي لازم تحقق واحد من الاثنين، إما تساعدهم بالتغلب على التحدي أو تساعدهم بالوصول إلى الهدف تبعهم. فخلينا كل شخص لو سمحتوا يكتب لنا التعريف تبعهم. يا بالانتظار. مين اللي كتب لنا التعريف تبعه؟ مش شايف ولا حد عم بيكتب بتشات. يلا، ولا انا عندي الموضوع وقف مش عارف. أها، أشوف. لا، أيوة ممتاز، حلو، رائع. بالضبط رامي. رائع جدا، ممتاز ممتاز ممتاز. رامي هون ذكرني بقصة، مثلا شركة زين، شركة زين بال2011 كانت أول الشركات اللي عندها نشاط على السوشيال ميديا. فأنا شفت الفرصة وأنا عارف القصة خلف النشاط تبعهم، فأنا شفت إنهم هم عندهم شركة بتدير حسابهم على السوشيال ميديا، وشفت إنه هذا شوية فيه ممكن يكون تحدي.
فتواصلت، بعت ايميل للمدير التنفيذي وحكت له انا فخور انه انتم كشركه كبيره من اوائل الشركات اللي عندها تواجد رقمي، وهذا شيء مشرف، وعارف انه في انتم بتتعاملوا مع شركه وشركه هذه رائعه جدا، ولكن من نظرتي للغرب انا لاحظت انه معظم شركات الاتصالات العالميه بدات تستثمر في بناء قسم التواصل الاجتماعي. فاذا وقتك بيسمح انا بحب اقعد معك ربع ساعه واحكي لك كيف ممكن انا وياك نبني هذا القسم ونكبره مع بعض. وهذا الايميل جاب لي مقابله عمل مع شركه وحصلت على الوظيفه الحمد لله. رائع جدا، ممتاز ممتاز. اوكي، هذا اول تمرين انه احنا لازم نعرف ايش هي المبادئ اللي عندنا ونقاط القوه. حكينا عن نقاط القوه، بدنا نعرف المبادئ اللي عندنا، فما راح ندخل فيها هلا، بعدين ندخل فيه، بس حطيت لكم الموقع تبعه هيو personalvalue.es. ندخل هنا نختار بعض القيم على الاقل 10، بعدين بصير يسالنا اسئله بين كل قيمه واخرى، وبالنتيجة بيعطينا قائمة القيم بالترتيب حسب الأهمية. فهذا تمرين رائع نعمله على جنب لما نكون لحالنا بعد المقابلة، بعد المحاضرة إن شاء الله. أوكي، نحكي عن منصة لينكدين. خلصنا هلأ إحنا موضوع الهوية الرقمية، خلصنا هلأ بنحكي، دخلنا باللينكدين، بنحكي عن مواضيع مهمة باللينكدين. أول إشي هي كمنصة تشبه الفيسبوك، ولكن الفيسبوك اجتماعي، منصة اللينكدين عملي. طيب ايش كمان، ايش في شغلات تختلف؟ منصة اللينكدين خوارزمية النشر فيها اسهل بكثير من منصة الفيسبوك، فالتواجد تبعي على اللينكدين إذا أنا بنشر محتوى بطريقة صحيحة رح ينتشر انتشار كبير جدا، أفضل بكثير من الفيسبوك بدون ما أدفع إعلانات. ممتاز. شو كمان؟ المتواجدين في البيانات، الناس المهنية متجددة، وأفضل قاعدة بيانات على أي منصة في العالم. فقاعدة البيانات دائما أنا عندي إيميل شخص ولا تلفونه، بس إذا سافر ولا كذا ولا غير الوظيفة تبعته ممكن أفقد هاي المعلومات، ولكن المعلومات هذه متجددة على منصة اللينكدين. وآخر شيء لازم نعرفه أنه أفضل منصة اجتماعية للتواصل مع صناع القرار. فأنا متخرج أو أنا عندي مشروع أو وبدي أشتغل بشركة معينة، ممكن أني أنا أرصد الشركة هذه من خلال صفحة الشركة وأشوف مين اللي شغالين بهذه الشركة، مين صناع القرار والمدراء بهذه الشركة، أرصد تفاعلهم ونشاطهم الرقمي على المنصة، ممكن أبني علاقات معهم، وحنشوف كيف ممكن أتواصل مع صانع قرار على منصة اللينكدين. بالنسبة للإحصائيات، عملت إحصائيات سريعة. هذا عدد مستخدمي اللينكدين في الدول العربية. في عنا بمصر 6.5 ملايين تقريبا، 6.4 ملايين، السعودية 6.1 ملايين، الإمارات 5.7 ملايين، المغرب، الجزائر، تونس، العراق، الأردن. فمجموع مستخدمي اللينكدين العرب، إذا استثنينا سوريا والسودان لأنه ما في إحصائيات للأسف، 33 مليون مستخدم لينكدين عربي. في ترجمة، الترجمة كم من عندك أعتقد، صح؟ صححوني، الترجمة بس من عندكم ولا من عندي؟ موضوع الترجمة من وين؟ اضغط عليه واعمل إلغاء. بالضبط، فموضوع السي سي اضغطوا عليه بيختفي الترجمة عندكم. شكرا جزيلا. طيب رامي جايين على الموضوع.
في شغلة اسمها الانطباع الأولي. أنا لما أدخل لما أقابل شخص لأول مرة راح يأخذ عني انطباع أولي. الانطباع الأولي هذا مستحيل يتكرر، فمهم جدا أني أشتغل على الانطباع الأولي دائما بطريقة أنه ما أتركه للصدفة. إيش معنى هالكلام؟ لما أدخل على مقابلة عمل لأول مرة بحكي لكم علميا المدراء التوظيف راح يحكموا عليك من أول 10 ثواني، وباقي الأسئلة وباقي الوقت هم راح يأكدوا هذا الحكم أو يلغوا الحكم هذا. فإذا أنا اشتغلت شوية على الانطباع الأولي وخليته صحيح وقويته، فأنا هون بدخل وبرفع من فرص القبول لهدول الناس الباب. طيب هذا الكلام على أرض الواقع. رقميا باللينكدين ماذا يعني؟ هلأ إذا أنا بروح على حساب شخص صاحب قرار على اللينكدين وببدأ أتفاعل معه على المحتوى تبعه، فهنا شو بصير؟ رح يأخذ عني انطباع أولي من 3 شغلات: من الصورة، من الاسم، ومن الصورة، ومن العنوان الحساب تبعي. من الاسم، ومن الصورة، ومن عنوان الحساب تبعي. على أساس هال3 شغلات رح يقرر إنه يضغط على اسمي ويزور حسابي ولا لا. فعشان أنا أشجعه أحفزه إنه أو أحفزها تزور حسابي، لازم أهتم بأول 3 شغلات اللي هم الاسم والصورة وعنوان حساب. هلأ إحنا بنفكر إنه هدول إشي طبيعي وإشي بسيط وما بده إن إحنا ندير بالنا عليه، ولكن لا، في تفاصيل كثيرة لكل جزء منهم هنحكي عنها هلا. بالنسبة للاسم، مهم إنه ما أستخدم إيميل، ما أستخدم اسم مزيف، أستخدم حروف، وما أستخدم اسم شركة، يكون فقط الاسم الحقيقي. هذا أول شغلة بالنسبة للاسم. إيش الشغلة الثانية؟ في ممكن أسجل رسالة صوتية للاسم أدل الناس كيف يلفظوا اسمي. أوكي؟ فرسالة صوتية ممكن أحولها لرسالة تعريفية. فبدل ما أحكي إنه أنا اسمي خالد الأحمد، بدل ما أحكي خالد الأحمد، طب أنا ممكن أحكي أعطي تحية، أقدم نفسي، أحكي شوي عن الخبرة والميزة المضافة عندي. 30 ثانية. فممكن أنا ب 30 ثانية أستخدم العبارة التعريفية اللي تعرفنا عليها قبل شوي، أنا وشو بقدم وكذا وكذا. فهذا بالنسبة للإسم. فموضوع الإسم ندير بالنا عليه ونتأكد إنه معمول صح، وبعدين نسجل رسالة صوتية نحكي اسمنا ونعرف عن حالنا. طيب شو الشغلة الثانية؟ الصورة الشخصية. الصورة الشخصية مهم جدا. الصورة الشخصية ممتاز. جاني سؤال هلا، معلش انا ما مش قادر اشوف اسئلتكم، بس جاني سؤال: اللغه العربيه ولا اللغه الانجليزيه؟ نصيحتي لكم اللينكدين باللغه الانجليزيه، حلينا الموضوع خلاص دن. ولكن ممكن اضافه لغه اخرى، فبصير عندنا حسابنا موجود باللغه الانجليزيه كامل متكامل، وبنضيف كمان صيغه ثانيه لغه عربيه، بنحط كل العربي باللغه العربيه، فبصير عندي انا اللينكدين باللغه الانجليزيه وكمان متواجد باللغه العربيه. بس اللغة الإنجليزية مهم أن يكون كامل متكامل. الصورة أول إشي صورة الرأس، فلازم الصورة تكون هذا الحجم، ما تكون نص الجسم وما تكون كل الجسم، تكون بس صورة الرأس. هذه أول نقطة. ثاني نقطة أنه اللبس تبعي يكون مناسب لبيئة العمل اللي أنا بطمح فيها. فإذا كان مثلا بيئة العمل بقطاع البنك، لازم يكون لابس بدلة. إذا كان مثلاً المشاريع الريادية، كن لابس إشي عادي كاجوال مش مشكلة. تجنب الخلفية المشتتة، إنه ما يكون في وراي خلفية مشتتة. الإيميل مغطى على وجهي، لحظة شوي. هلا حكيت يا زلمه من زمان احكوا. طيب لحظه شوي، هولد اون ستوب شيرينج.
اوكي نشيل هذا لحظة شوي شكرا جزيلا لو حكيتولي by God's willing I am on the right track ممتاز اوكي كمل شكرا شكرا اسمعوا رح اجي على اسئلتكم حنخلي جزء واتطلع على الاسئله فاستنى شوي على الاسئله بالاخر احكي لكم تسالوا وبعدين نرجع بنشوف الاسئله اوكي بسم الله الرحمن الرحيم نرجع مره ثانيه شوفوا هاي رح تضحكوا بس بحكي لكم مهم جدا ان الصوره يكون فيها ابتسامة معبرة عن القيادة عن السعادة عن النجاح يكون فيها ثقة أنا يعني ما صدقت اللي بيحكوا فيه لعبين ما رحت على موقع لقياس جودة صورة اللينكدإن ففي موقع بروح عليه اسمه فوتو فيلر هاي الاسم هنا فوتو فيلر نرفع الصورة تبعتنا بشكل مجاني قبل ما نطلب تقييم من الناس لازم احنا نبدا نقيم صور الاخرين فاحنا بنقيم صور الناس بعدين الناس بيقيموا الصوره تبعتنا من حيث ثلاث معايير الكفاءه والمحبه والتاثير وهي اجاني 64 تصويت وهنا بعض التعليقات بالنسبه للمحبه بيحكوا لي الابتسامه مش قويه شوي شكلها ابتسامه صفراء بدنا ابتسامه اقوى فبنصح باستخدام الخدمه المجانيه من هاي الاداه اللي اسمها فوتو فيلر اوكي العنوان التعريفي اللي هو الهيدلاين العنوان التعريفي لينكدإن بياخذ اخر مسمى وظيفي وبحط لك اياه كعنوان تعريفي ولكن هذا مش كافي مهم انه نشتغل عليه ليش مهم لانه اذا اشتغلنا عليه صح راح يبين بنتائج بحث اللينكدإن حسابنا وكمان بنقدر نروج عن نفسنا ومهاراتنا وخبراتنا والمشاريع اللي قمنا فيها طيب من ايش بتكون من ثلاث شغلات ثلاث أقسام نستخدم المسمى الوظيفي تبعنا فممكن يكون إحنا عندنا مسمى وظيفي واحد أو متعدد ممكن يكون إن أنا مثلا مدير تواصل اجتماعي أي واحد بعدين ممكن أنا ألف كتاب أوثر مؤلف ممكن أكون متحدث فممكن يكون عندي أكثر من مسمى وظيفي مهم بعدين بنحط برضو الكلمات المفتاحية اللي إلها دخل في مجال عملنا ممكن يكون أنا إلي هلأ داخل في موضوع مثلا خلينا نحكي الويب 3.0 مثلا الويب 3 إذا داخل فيه ممكن أحط بالهيدلاين تبعي لأن أنا عم بدرس فيه وعم بحكي عن الموضوع فممكن أحطه برضو بالعنوان وآخر شيء شو القيمة المضافة اللي ممكن نقدمها للناس فهيك شكلها ببين المسمى الوظيفي سوشيال ميديا سينيور مانجر حلو الكلمات المفتاحيه جروث ماركتر اوكي القيمه المضافه اني انا ممكن اساعد المشاريع الرياديه بالنمو الرقمي فشايفين كيف مجزأ الموضوع فمهم انه احنا يكون العنوان محطوط بطريقه صحيحه وما نتركه لانه يكون بس مسمى وظيفي لا هو اكثر من هيك اوكي هدول الشغلات بيساعدونا للبحث عن اشخاص من خلال محرك البحث الجوجل فانا ممكن هل في مثلا هاي اذا نبدا بالبحث سايت بعدين نقطتين linkedin.com وهنا انا بحكي لجوجل ابحث لي بمنصه اللينكدين فقط فانا اذا بدي ابحث عن مثلا CEO ولا CMO ولا CTO صناع قرار بشركات بحكي لهم فأنا بدي تبحثوا لي عن هاي المسميات الوظيفية في هذه المدينة في هذا المكان فببحث هنا في هذا الموقع عن المسمى الوظيفي هذا في هذا المكان وهذا رح يعطيني نتائج بحث بالجوجل بحسابات أشخاص في هذا المسمى الوظيفي نفس الشيء ممكن أبحث مثلا بحكي له شوف لي إذا أنا خلينا نحكي مجال عملي ببحث عن مؤسسي مشاريع ريادية طيب ممتاز أشوف مين حاط رقمه في الحساب تبعه على اللينكدين فبحكي نفس الشيء سايت لينكدين بعدين بحكي له اللي حاط
رقم مفتاح البلد تبع مثلا دبي يكون مؤسس مشاريع ريادية وبدي المكان يكون في دبي، ممكن أغير دبي حط الرياض حط دوحة الكويت البحرين وأعطي مفتاح البلد لكل مدينة. نعم أنا نزلت قبل شوي ملف المحاضرة نزلته عندي على اللينكدين، فاللي بروح على حسابي على اللينكدين الآن راح يشوف أني أنا منزل ملف المحاضرة على شكل بي دي اف على أساس أنه كل إشي حكينا عنه يكون موجود لكم. هاي واحد. اثنين، إن شاء الله البث المباشر يضل موجود إن شاء الله يا رب. إذا مش موجود وإن شاء الله أنه يكون مسجل، فإذا كان مسجل راح أرفعه مرة تانية بطريق بشكل مسجل على اللينكدين. طيب إذا بدي أبحث عن مثلا ريكروتر حاط الإيميل تبعه من دوحة، فبرضو بستخدم العبارة هذه في بحث على الجوجل بطلع لي مين المدراء التوظيف مثلا اللي حاطين إيميلاتهم على اللينكدين في المدينة الفلانية. حلو، أسئلة ممتازة، بدي أياكم تستنوا على الأسئلة شوية لأنه ما راح في أسئلة كتير، راح نفتح باب الأسئلة وراح نأخذ أسئلة بعد ما نخلص. طيب هلأ بالنسبة لمستخدمين لينكدين نفس قاعدة تقريبا 1-99، فبحكي لكم 1% صناع محتوى، 9% مشاركي المحتوى، و90% متلقي المحتوى. متلقي المحتوى هي كلمة حلوة صراحة، يعني أنا شايفها مؤدبة جدا. أنا استخدمت مصطلح تاني حفرجيكم إياه. فعندنا إحنا 4 أنواع لمستخدمي لينكدين. ليش أنا عم بحكي عن أنواع مستخدمي لينكدين؟ لأنه التواصل معهم رح يختلف من شخص إلى آخر، فلما أنا أصير أعرف أنه هذا الحساب ينتمي لأي فئة بصير أعرف كيف أتواصل معه. فعندنا أول إشي الناشر، بعدين عندنا المتفاعل، بعدين عندنا المتربص، بعدين عندنا المزهرية. عفوا. اوكي فبنحكي عن الناشر. الناشر هو شخص حسابه او حسابها كامل متكامل، الصوره وصوره الغلاف والعنوان والاباوت والكل ممتاز جدا ورافع ملفات ورائع. فبنروح على قسم الانشطه وبنلاحظ في عندنا احنا شغلتين بقسم الانشطه حفرجيكم اياهم كمان شوي. في عندنا اول اكتيفيتي اللي هو كل الانشطه فحيفرجيني اي تفاعل عمله، وفي عنا المنشورات بوست فحيفرجيني كم ايش هي وتيرة النشر عنده، فحنلاحظ انه وتيرة النشر عنده اعلى من التفاعل. وتذكر انه هدول قلة قليلة، 1% فقط من مستخدمي لينكدين هما ناشرين، هدول الناس ناشري محتوى. فهدول احنا بنزور حسابهم ومتفاعل مع حسابهم وحنشوف شوي كمان شوية كيف، وبعدين نبعث لهم طلب الصداقة أو طلب التعارف. طيب النوع الثاني نفس الشيء، حساب كامل متكامل، ولكن لما نروح على قسم الأنشطة راح نلاحظ أنه التفاعل عندهم أعلى بكتير من النشر. بنشروا كل مرة مرتين بالشهر ولكن بتفاعلوا تقريبا بشكل يومي أو أسبوعي. ممتاز، إذن هذا شخص متفاعل. طيب إيش ممكن أعمل؟ نفس الشيء بتواصل معه وببعث له رسالة طلب تعارف، ولكن عشان أعرف إيش أكتب بالرسالة لازم أدرس نوعية التفاعل تبعه. فبشوف أنا أنه أي وقت بتفاعل مع الناس، إيش نوع التفاعل، موجز ولا طويل، بتفاعل مع زملائه ولا بتفاعل مع أي حدا، أي المواضيع اللي بتفاعل فيها. فهاي المعلومات الأجوبة رح أعرفها من لما أرصد حسابه، فبعرف بالضبط إيش المواضيع المحببة لهم، الأوقات، وجيز، طويل. فهاي المعلومات بتساعدني بشغلتين، أول شغلة إني أتفاعل معهم على المحتوى تبعهم أو على تفاعلهم، هاي أول شغلة. ثاني شغلة لما بدي أكتب رسالة بطلب التعارف بتساعدني إيش أكتب على أساس إنه أحسسهم إنه إحنا في بيننا تشارك عالي. النوع الثالث، هدول النوع من الناس بيحبوا يقروا ويتلقوا المعلومة ولكن ما بيحبوا انه يتفاعلوا، ما بيحبوا انه ينشروا.
فهم متلقين بشكل عالي ولكن صفر من تفاعل والنشر. حسابهم تقريبا كامل، مش كامل، متكامل، تقريبا متكامل ولكنه مش كامل. ففي شغلات ناقصة كتير، يعني بتلاقي مثلا المسار المهني مش كامل، بحطوش مثلا إيش الإنجازات تبعتهم بالمسار المهني، يمكن صورة الغلاف مش موجودة، ففي كتير شغلات. هنا بحكي لكم إنه نبعث لهم رسالة، ولكن الفرصة ممكن تكون 50-50 مش أكيد، بس نستخدم حسابهم للبحث، فبنحاول نشوف مين الأصدقاء المشتركين بيننا وبينهم، إذا هم حاطين إيميلهم أو الموبايل تبعهم بنحاول نبحث عنه برضه. وآخر نوع اللي هو 60%، اللي هم المزهريات. هذول الناس نسوا أنه عندهم حساب على لينكدين، سجلوا قبل 20 سنة وناسين الباسورد يمكن، فما في أي داعي أنه تواصل معهم من خلال لينكدين، ولكن نستخدم حسابهم لأغراض البحث، فبنشوف إذا عندهم إيميل ولا إذا هم متواجدين على منصات أخرى مثلا، بنحاول نتواصل معهم خارج المنصة الاجتماعية. طيب كيف نتواصل مع أول اثنين؟ أو كيف نتواصل مع شخص معين؟ أو إما أني أوكي، فمثلا خلينا نحكي أنا بدي أبحث عن صانع قرار. صانع قرار يعني هذا الشخص بإيده أنه يشغلني مثلا، أو يعطيني الشراكة اللي بدي إياها، أو شغلات كتير، فهذا هو صانع قرار مهم لإلي. فإحنا بنروح مثلا نحكي بدنا نبحث عن صانع قرار مسمى وظيفي Chief Marketing Officer، فبنبحث أول إشي CMO، هي ممتاز، نختار people مش وظائف، فنختار الناس، فطلعوا لي ناس، هي أسامي ناس كتير، ونحكي أنا بدي بالسعودية، فبروح لأول واحد، أول اختيار، أول نتيجة، فبشوف إنه حاط الصورة تبعته، بشوف إنه في صورة الغلاف، الهيدلاين يعني ما زبطه كتير لأنه حاط بس المهني، المسمى المهني فقط، مش مشكلة. بشوف مين في متشاركين بينه وبينه، أصدقاء مشاركين، بشوف وين بيشتغل بأي شركة، بعدين بروح على قسم الأنشطة. هون شايفين قسم الأنشطة، هون ببين التفاعل تبعه، فآخر هي هون هي منزل بوست مش متفاعل، فهو ناشر يعتبر، لأنه أحدث شيء عنده اللي هو النشر، فبشوف أول إشي متى نشره، بأسبوع، قبل 7 أيام، ممتاز. طيب كم تفاعل عنده؟ عنده 25 فقط رياكشن، ما عنده تعليقات، وهاي فرصة كبيرة لإلي أكون من أوائل المعلقين عنده، إذن هو هذا الشخص بهمني. حلو، هنا بدنا ندير بالنا مش كل الناس نشطين، زي ما حكينا احنا 1% بيكونوا نشطين وناشرين، 9% متفاعلين، فهنا انا عندي فرصة كبيرة انه لما ارصدهم وازور حسابهم بصير اللينكدين يجيب لي المحتوى تبعهم لعندي اكتر. وهلا كمان في خاصية تفعيل الجرس لسه مش واصلتنا، موجودة يعني بلدان، بس إن شاء الله هتيجي لنا كمان، إنه أنا بقدر أفعل الجرس على هذا الحساب، فبصير يوصلني كل إشي بنزله. فعشان أنا أجلب انتباهه بكون من أوائل الناس المعلقين على المحتوى تبعه، وهذا بصير يحكي أوكي خالد علق عندي، سوالي إعجاب، زار حسابي، فهاي كل الشغلات بتبين عنده انه خالد سوى 1 2 3. فلما ابعت هذا بسوي قبل ما ابعت رساله طلب التعارف، لما ابعت الرساله راح يشوف انه خالد تفاعل معي، بعت لي رساله، فهو بيعرف هذا الموضوع، وزي ما تحكي بيكسر الجليد بهذا الموضوع. طيب موضوع الرساله مهمه جدا. الرساله غلط نبعت طلب تعارف بدون رسالة. لما أبعت طلب تعارف بدون رسالة ما في مشكلة، بس ولكن نسبة القبول هتكون متدنية. عشان أرفع نسبة القبول لازم يكون معها رسالة. الرسالة ما إلها دخل في المبيعات، حتى لو بدي أبيعه في أول رسالة ما بجيب أي ذكر للمبيعات، أنا فقط حابب أتعرف عليك. عشان أرفع من نسبة القبول إلها صيغة،
فالصيغة بحكي لك إنه أول إشي تحية، بعدين يكون فيها مدح compliment، بعدين بنحاول نبحث عن الأمور المشتركة بيننا، إما إحنا بنفس المدينة، نفس مجال العمل، أو نفس المجموعة، أو في بيننا أصدقاء مشتركين. أربعة، ما ببيع أي إشي، بتذكر إنه الهدف هو التشبيك فقط. خمسة، ممكن أستخدم مقولة من بعض المؤثرين اللي هو متابعهم، فأنا لما أشوف صفحتهم بآخر الصفحة بيبين عندي المؤثرين اللي هم متابعينهم، فممكن أستخدم بعض الاقتباسات من المؤثرين. وآخر شيء بشكره على الرسالة هذه. هي هون بالإنجليزي greetings hello أحمد impressive profile I see that we are both members of Jordan Tech. فأنا حكيت له نحن مشتركين أعضاء بنفس المجموعة، وحكيت له انه هنا I would like to connect and learn more، يعني انا حابب هنا اني اشبك معك واتعلم منك لانه انت تلهمني ببعض الافكار. فهنا ما في اي شيء، اي مبيعات، حطيت الاقتباس وبالاخر شكرته. هاي الرساله بتعلي من نسبه قبول طلب التعارف. صناعه المحتوى، هو يعني الموضوع المحتوى هو اهم شيء. أنواع المحتوى مختلفة، في عنا أشكال محتوى وفي عنا أنواع محتوى، النوع ضمني والشكل خارجي. فأول شيء نبدأ بالأشكال المحتوى، عنا المحتوى النصي. المحتوى النصي اللي هو أيوة زي ما انتم شايفين بشكل تقليدي هنا. فهنا عنا هاي الثلاث جمل هي نفسها العبارات اللي تحت، ولكن إيش سويت؟ أنا شلتها من القالب التقليدي وحطيتها بشكل شوي زي نقاط وفراغات وزينت. ليش؟ بحكي لكم العقل بيستوعب المحتوى المرئي 60,000 مرة أسرع من المحتوى النصي. طيب، فالمحتوى النصي هنا فرصته إنه يخلي الناس توقف التصفح وتقرأ ضئيلة، إلا إذا أنت كنت أوريدي باني المصداقية تبعتك وعندك مجتمع كبير راح يقرأ. بس إذا لساتنا مش بانين المجتمع تبعنا، ولا عندنا مصداقية ولا عندنا سمعة رقمية بنيناها، فمهم إنه أنا أبدأ أشغل بالطريقة هذه. فبصير عندنا هيك المحتوى تقريبا النصي بس بشكل منسق ومرتب وسهل على العين إنه تلقط المعلومة. فأول شيء المحتوى النصي. ثاني شيء محتوى الصورة المرئي. الصورة بحكي لكم في عاملين إنه تخلي الصورة جاذبة أكثر. العامل الأول إنه نفرجي العواطف بالوجه، فيكون كل مكان الصورة للوجه وفيها عواطف، هذه محفزة. هاي واحد. اثنين، إنه الصورة وأنا عم بعمل شغلة أصور، يعني يكون تصوير أثناء عمل شغلة، مش إني واقف مثلاً بوز واقف بس إن الصورة. فالعاملين هدول بيجذبوا العين أفضل بشكل أفضل. الفيديو مهم، وخصوصا أول ثواني، لأنه مقياس المشاهدة بيختلف من منصة إلى أخرى، وأول ثواني هم أهم وقت في الفيديو. فدائما ما أضيع أول ثواني بالتعريف عن نفسي، لا أحاول ألاقي أهم جملة وأحطها بأول ثواني عشان تكون صنارة وجاذبة للناس أنهم يكملوا الفيديو لأوقات أخرى. هذا النوع من المحتوى هو أنجح نوع محتوى، وأنا شغال عليه بطريقة خيالية، اللي هو ملفات البي دي أف. ملفات البي دي أف زي ما أنتم شايفين بيشتغل زي الكاروسيل على الانستغرام، انه كل ما اشوف شغله لازم اما اسوي لها سوايب على الموبايل او اسوي لها نيكست على الكمبيوتر. وهذا بصير ايش بالنسبه لخوارزميه اللينكد ان، عم بيحكي انه في حركات كثيره من نفس المستخدم على هذا المنشور، معناته هذا مفيد جدا راح افتح له الانتشار الطبيعي. فملفات البي دي اف تشتغل زي السحر على اللينكد ان، وبنصح بتحويل المحتوى الى ملف بي دي اف. انا عم بستخدم اداه اسمها كانفا للتصميم. اداه كانفا رائعه جدا للتصميم للاشخاص اللي زيي اللي ما عندهم خلفيه تصميم،
وبحول المحتوى النصي، بلخص محتوى وبحوله من محتوى نصي إلى محتوى مرئي من خلال التصميم على أداة كانفا. حفرجيكم إيش بسوي شو الفرق. وكمان الاستفتاءات البولز مهمة جدا على اللينكدين وبتجيب تفاعل. طيب حكينا عن أشكال المحتوى، هلأ بنحكي عن أنواع المحتوى. نوع المحتوى ممكن أنا أنزل محتوى ترفيهي، محتوى ترفيهي ودخل في العطل، مقاطع الفيديو الرائجة، الميمز، النكات. بالنسبة لللينكدين مش لازم أكثر بالفكاهة والمحتوى الترفيهي، ممكن أركز على العطل. إذا في عطلة مثلا عالمية مثلا ممكن أركز عليها. المحتوى الملهم، الاقتباسات، الحقائق، قصص شخصية، تعريف الموظفين أو العملاء مهمة صراحة، خصوصا الاقتباسات والتعريف بالعملاء أو الموظفين. المحتوى التعليمي هو المحتوى الفائز على لينكدين، فالناس جاي على لينكدين مش ما بدها ترفيه، بدها تتعلم شغلات جديدة. فكل ما كان محتوانا تعليمي كل ما كان أفضل. فمضمون المحتوى يكون تعليمي وشكله زي ما حكينا احنا، أفضل شيء مثلا اللي هو البي دي اف، ملفات البي دي اف. فإذا أنا عندي معلومة وحولتها لشكل مصمم مرئي، محتوى مرئي على أداة كانفا، راح يطلع بشكل رائع جدا. المحادثة، الأسئلة، الاستفتاء، إملاء الفراغات والتواصل. أفرج الناس إذا أنا عندي مثلا عندي علامة تجارية، بدير علامة تجارية على اللينكد إن، مهم أفرجهم البيئة العمل، خلف الكواليس، في جاري التحضير لفعالية معينة. فهذا النوع من المحتوى بيبني ثقة ومصداقية بين العلامة التجارية والجمهور تبعه. الترويجي اللي هو تقييمات العملاء، ندوات زي ويبينار، منتجات، خصومات، خدمات. هنا شايفين المحتوى على الأحمر والمحتوى هنا هو نفس المحتوى، هذا محتوى نصي وهنا تم تحويل المحتوى إلى محتوى نصي مرئي. فصار هلأ المحتوى النصي حولناه لمرئي، هو نفسه، نفس الجمل، نفس العبارات، ولكن شوف التفاعل. المحتوى النصي جاب 2000 وشوي مشاهدة، ولكن المحتوى المرئي جاب 21,000. ف يعني لازم نفكر بهذه الطريقة، ولازم شكل المحتوى مش بس مضمونه، وشكله برضو صار مهم. لأن آخر سلايدات قبل ما نتجه إلى الأسئلة، لما بنكتب بوست ببينه بس أول ثلاث أسطر، بعدين ببين لقراءة المزيد. فمهم أول سطرين ثلاثة أركز على الصنارة، على بسموها الهوك، إن كيف أجذب الناس، لأن كل الناس عم بتصفحوا. طيب كيف أخلي أنا المنشور تبعي صنارة إنه الناس يوقفوا تصفح ويفتحوا مشاهدة المزيد ويقروا باقي المقالة؟ فلازم أول سطرين هدول أعملهم كأنهم صنارة. ففي بحكي لكم هاي الفورمولا. لتحصل على اهتمام العملاء المحتملين يجب أن يكون المحتوى إما حلاً لتحدياتهم أو تلبية لرغباتهم. فممكن أبدأ، إذا كنت تعاني من القلق فاستمر في القراءة، إذا كنت تعاني من بيع منتجاتك فاستمر في القراءة، هل تريد أن تعرف كيف تسوق لنفسك شاهد هذا. فهذا كله شايفين كيف، شاهد هذا، استمر في القراءة، كله هوك صنارة. فأول سطرين مهمين اللي هو قبل مشاهدة المزيد. طيب إيش كمان؟ الزبدة، الناس كبسوا على مشاهدة المزيد، يجب أن يمنح المحتوى الأشخاص ما يريدون، ولكن أيضا يثقفهم حول ما لا يدركون أنهم بحاجة إليه. فلازم أعطيهم الجواب والزبدة، وكمان أعطيهم معلومات. القيمة هنا لازم تكون عالية جدا. ما أوعد الناس بشغلة وأجيبهم عندي على البيت يكتشفوا إنه ما في شيء، فلازم القيمة تكون عالية. فممكن أحكي بينما هذا الموضوع رائع، ما تحتاجه حقا هو هذا الموضوع. يعتقد معظم الناس أن هذا الموضوع هي كيفية الحصول على هاي النتيجة، ولكن في الحقيقة ما ينسونه أنه فنوع الكتابة، هذا فعلا كله ترجمة من إنجليزي العربي، نوع الكتابة مهم.
كيف اني انا اناقش موضوعين مع بعض، كيف اني اعطيهم الزبده في هذا الموضوع، واخر شيء اعطيهم توجيه. اذا كنت تريد معرفه المزيد عن هذا الموضوع، تابع قناتي على البودكاست، على اليوتيوب، على الكذا، شارك هذا المنشور مع اصدقائك، فدائما يكون في توجيه باخر المنشور. شكرا جزيلا، معلش انا اسف على الازعاج اللي ازعجكم اياه باول المحاضره. ان شاء الله نكون افدناكم. ممتاز، حلو. هلا انا شايف التعليقات تبعتكم، فاللي بده يسال اي سؤال الان وقت الاسئله، رح ناخذ ربع ساعه ان شاء الله للجواب على الاسئله. إن شاء الله كانت محاضرة مفيدة لكم، الله يعافيكم. شكرا لكم، شكرا لحضوركم. يلا أسئلة. سين سؤال. أها، ممتاز. طب نشوف الأسئلة القديمة. في سؤال حلو، لو بشتغل بمجالين يعني طب بيطري وفويس اوفر، احطهم الاثنين ولا اتخصص؟ بموضوع العنوان تبع الحساب، انا شفت ناس حاطين اكثر من موضوع مع بعض، فما في مشكله. مثلا ممكن تحكي باي بروفيشن، انا طبيب بيطري، وباي باشن انا عندي خدمه الفويس اوفر، فشفت اكثر من مره، فبيع عنوان هذا نعم بحط التنتين مع بعض. حلو. بالنسبة للمتخرجين الجدد، في شغلتين، متخرجين الجدد والناس اللي مش شغالين. ما عمره بحكي اني انا مو شغال، ما بكتب اني انا ببحث عن عمل، بكتب اني ببحث عن عمل بس ما بحكي اني انا مو شغال. بالنسبة للمتخرجين الجدد، بدنا نبحث عن بعض العبارات اللي تكون شوية هوك وجاذبة للشركات. طب إيش الشغلات اللي أنا ممكن أركز عليها؟ هم ثلاث شغلات. موضوع مهم أخذته في الجامعة، أي مادة مهمة أخذتها في الجامعة، هي واحد. اثنين، أي مشروع جماعي كنت أنا جزء من الفريق في الجامعة. وثلاثة، أي مشاريع تطوعية أنا كنت جزء منها. فهم ثلاث شغلات بركز عليهم في موضوع المتخرجين الجدد. كانفا على الكمبيوتر بستخدمه، استخدمته 3 سنين بشكل مجاني، بس من كتر ما بحبه اشتركت فيه مؤخرا عشان استخدم كل التفاصيل اللي فيه. والحلو فيه انه على الكمبيوتر وفيه كمان موبايل، فانا ممكن استخدم الكمبيوتر ابدا بالمشروع، لما أخلص منه أروح على الموبايل وأطلع الصورة من الموبايل. هل تنصح بنشر السيرة الذاتية مفصلة أم نشر الخبرات بشكل مختصر؟ هذا الموضوع بكم تسألوا فيه مختص HR، بس أحكي لكم شغلة. السيرة الذاتية مش لإيجاد العمل، السيرة الذاتية للحصول على مقابلة عمل. فدائما أنا بسخر السيرة الذاتية أكتبها بطريقة أن تمكنني من الحصول على مقابلة عمل، وهناك بمقابلة العمل لأني أنا أكون عندي المعلومات الكافية للحصول على الوظيفة. الحساب المدفوع، في انواع حسابات مدفوعه وفي استخدام مجاني. انا استخدمت الحساب المدفوع على اللينكد ان، هو حسب اذا انا ببحث عن وظيفه في حساب مدفوع ممكن يساعدني بالحصول على الوظيفه، واذا انا ببحث عن عملاء محتملين
على أساس أبيعهم الخدمات أو المنتج تبعي، في برضو حساب مدفوع على اللينكدإن اسمه سيلز نافيجيتر، واشتركت فيه لفترة معينة. السيلز نافيجيتر الحلو فيه إنه فيه فلاتر، فلما أبحث عن أشخاص أو مسميات وظيفية بيعطيني انتشار نتائج بحث عالمية، مش محدودة زي الاستخدام المجاني، وفي فلاتر، فأنا بدي الأشخاص اللي تخرجوا أو اللي انتقلوا من وظيفة إلى أخرى، أو ففي فلاتر حلوة كتير، وبطلاق وبقدر أعمل كمان قوائم لأشخاص معينين إن كيف أرصد شغلهم. فالسيلز نافيجيتر صراحة رائع جدا، غالي ولكن رائع، كنه $80 ولا إيش زي هيك. سؤال رائع جدا. في ناس بيحكوا البي دي اف هي مش انتاجي، انا شفتها موجوده على حساب شخص، ممكن انشرها ولا لا؟ شوفوا، انا بنشر البي دي اف من حسابات اخرى، بعيد نشرها عندي، والافضل اني ما اسوي مشاركه، الافضل اني انزل الملف عندي بعدين ارفعه عندي من جديد، هيك انا اعطيت فرصه للمنشور ينتشر بشكل اكبر من المشاركه. مشاركة حيكون انتشار أقل، ولكن منشور جديد أصلي مسميه أصلي حيكون انتشار أكبر. لكن دائما بذكر المصدر، أني أنا شكرا للشخص اللي جبت الملف من عنده وبسوي له إشارة بالمنشور. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا كان الملف بي دي اف هو عبارة عن نسخة لكتاب، أنا ما بنشرها، ما بنشر كتب مصورة لأنه ما عندي حقوق النشر، فهاي مهم جدا دير بالنا منها. أوكي ممتاز شكرا. أهلا ناصر. بالنسبة على شو النسبة المقبولة بالنسبة للبروفايل على لينكدإن؟ مش فاهم السؤال. في مجال واحد أم النشر؟ هل يجب النشر والتخصص في مجال واحد أم النشر في عدة مجالات مختلفة مثل هندسة برمجيات إدارة أعمال وتسويق؟ مهم جدا التخصص. حقينا إحنا في عندنا موضوع عام مجال عملنا، في عندنا تخصص، كل ما تخصصنا أكثر واستهدفنا الناس اللي بدنا إياه، يعني كل التخصص حيجيب لك الناس المهتمين بهذا التخصص اللي هم ممكن يكونوا عملاء محتملين للخدمة اللي انت ممكن تبيعهم اياها. اوكي، سؤال مهم. كيف افرز النشطين المضيوفين عندي؟ كيف اعرف انهم عملاء محتملين وانا ضيفتهم بدون ما او الغي؟ هلا عدد الأقصى من المعارف على اللينكدإن 30,000، ولكن عدد المتابعين على اللينكدإن لا نهاية، ممكن يتابعوك مليون. فبالنسبة لل 30,000 موجودين عندنا، العدد الأقصى احنا عندنا يمكن 20 30 او 10 whatever. هدول الناس، انواع الصداقة او التعارف على اللينكدإن ثلاث انواع، في واحد واثنين وثلاث. واحد يعني انا وهذا الشخص صديق او متعارفين على كونكتد على اللينكدين، متواصلين على اللينكدين. إذا كان هو رقم اثنين، إحنا مش متواصلين على اللينكدين ولكن في بيننا أصدقاء أو أو ناس مشتركين. بديش أحكي أصدقاء لأنه هذا شغل الفيسبوك. ثلاثة، معناته إحنا مش متواصلين وما في بيننا أي شخص مشترك. طيب إيش معنى هالكلام؟ الاستراتيجية عندي بالخطة بالأول، أنا كنت أقبل طلبات التعارف كلها. ليش؟ لأنه هذا الشخص حتى لو ما بصب في تخصصي، لما أقبل طلب الصداقة هو حيصير رقم واحد، وكل الدائرة المعارف على اللينكدين تبعته راح تصير اثنين عندي، راح يصيروا كلهم حولهم من ثلاثة إلى اثنين، فأنا عم بقرب الناس. فإذا هو الشخص مش مهم، بس يمكن واحد من الدائرة تبعتهم مهم. ففي فترة من الفترات أنا كنت أقبل كل الناس، هلا شوي انا حولت
طلب الصداقة أو طلب التعارف إلى طلب إلى زر المتابعة. فعلا بنصح كل واحد بيكتب أو بنشر يحول حسابه في إشي اسمه Creator Mode، يحوله On فيفعل المنتج Creator. طيب فهلأ إحنا بالبحث سمية ما بنبحث على الناس موجودين عندنا، إحنا بنبحث على كل الناس موجودين باللينكدين سواء كانوا عندنا أو مش عندنا. أوكي كانفا. هلا كانفا هو عبارة عن أداة، بروح هناك بحكي لها أنا بدي أصمم ملف، أقول أوكي ممتاز، عندك المحتوى عندي المحتوى، في عندهم نماذج مصممة جاهزة، بروح باخذ النموذج هذا عجبني الالوان تبعته بستخدمه، بصير اغير، بشيل ممكن اغير الالوان، بشيل الكلام الانجليزي بحط كلام بالعربي وبحط المعلومه، فانا القالب اللي استخدمته جاهز بس انا غيرت المعلومات الموجوده فيه، بعدين لما احفظه بقدر احفظه بشكل صور او بشكل بي دي اف، ولما بحفظه بشكل بي دي اف بيطلع كله ملف واحد بس بصير ايش تصفح عليه على اللينكدين وبرفعه على اللينكدين. سؤال مهم، هل نسبة مشاهدة المنشور العالي أفضل من التفاعل أم التفاعل مع المنشور أقوى؟ التفاعل أقوى أكيد، لأنه كل شخص تفاعل عندك معناته فرصة أكبر للمنشور تبعك بين عنده على الصفحة تبعته، فمعناته جمهوره متابعينه صار أنه ممكن يشوف المنشور تبعك، فأنت كل ما حدا تفاعل عندك معناته في ناس غرباء رح يتعرفوا عليك جداد لأول مرة. فبس برضو هون بيجي موضوع حسب الهدف من اللي انت كاتبه، انا بدي بس انا بدي اعطي معلومة وانشرها بشكل كبير ولا بدي اعطي معلومة وبدي الناس تتفاعل معي. فاذا بدي انشر معلومة مثلا بهمنيش التفاعل، مثلا ممكن احكي انا شركة سيارات واحكي انه الموديل 2023 وصل، بس هاي المعلومة بدي اياها توصل لاكبر قدر ممكن، المشاهدات العالية ممتاز ما بهمنيش ناس يتفاعلوا ولا لا، ولكن حسب إذا في عندي هدف تاني فالتفاعل مهم. أوكي ممتاز ممتاز ممتاز، مش رح نقدر نجاوب كل الأسئلة بخليكم. شكرا جزيلا للدعم، صراحة رائعين جدا، تعليقاتكم ممتازة جدا، فشكرا يعطيكم العافية، إن شاء الله تكونوا استفدتم. رفعت ملف المحاضرة عندي على الحساب بعد ما خلص التسجيل اليوم، إن شاء الله إذا في تسجيل راح أرفع برضو تسجيل المحاضرة على الصفحة عندي. شكرا جزيلا يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.